لا يبردون ولا يتعرقون، يتذوقون طعامه ويتنفسون أنفاسه، يمشون خطاه ويراقبون ظله. من هم حراس أخطر رجل في العالم؟ يتكون حراس بوتين الشخصيون من وحدة خاصة داخل خدمة الحماية الفيدرالية تدعى الفرسان، التي تعود جذورها إلى عام 1881، عندما أحاط القيصر ألكسندر الثالث نفسه بالحراسات بعد اغتيال والده بإلقاء القنابل، حيث يحيط به أربع حلقات أمنية عندما يخرج إلى العلن، بدءاً من حراسه الشخصيين وآخرون مختبئون في وسط الحشد ولا يزالون يدققون في المحيط، بالإضافة إلى القناصة الجالسين على أسطح المنازل المحيطة. حراس اختيروا لصفات محددة تشمل علم النفس والقدرة على التحمل البدني والقدرة على تحمل البرد وعدم التعرق في الحرارة، فهم حراس مفصلون خصيصاً لسيد الكرملين. كشف موقع بيوند روسيا أن حراس بوتين يحملون حقائب واقية من الرصاص من أي خطر يحيط به، مجهزون بمسدس عيار 9 مليمتر والذي يمكنهم من إطلاق ما يقرب إلى 40 رصاصة في الدقيقة الواحدة، بالإضافة إلى قدرته على اختراق السترات الواقية من مسافة 50 متراً، مكافأة نهاية الخدمة. يستبدل حراس بوتين الشخصيين عند بلوغهم سن 35 فقط، يتم مكافأتهم بمناصب جديدة مثل حكام المناطق والوزراء الفيدراليين وقادة الخدمات الخاصة والإداريين الرئيسيين. $1,000,000 لمن يغتال بوتين. هكذا دعا رجل أعمال روسي مقيم في أمريكا الجنود الروس للتخلص من رئيسهم بسبب معارضته للحرب على أوكرانيا. ليس هذا فحسب، بل إن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي لانسي غرهام رأى أن هناك حلاً وحيداً لإنهاء هذه الأزمة قبل تحولها إلى حرب عالمية ثالثة، وهو اغتيال بوتين. الدب الروسي والثعلب القطبي ذو 70 ربيعاً. بوتين عميل سابق في المخابرات السوفيتية، يعرف كيف يحمي نفسه من منفذي الاغتيالات ويتجنب الإصابة بأي ثمن. يبدو ذلك جلياً في المسافة التي يتركها عند مقابلة الرؤساء والمسؤولين، حيث يلتزم بترك مسافة لا تقل عن 20 قدماً أثناء جلوسه على طاولة الاجتماعات. صياد ماهر بحجم بوتين، هل يمكن أن يقع في الشباك؟ فهل ينجح اغتيال بوتين في وسط الفرسان؟ وإذا تم اغتيال بوتين، هل سيتوقف الغزو الروسي على أوكرانيا؟ أم يظهر قيصر جديد؟